وهذا الذي يوصي به الإسلام. إذا طبخ أحدكم طعاما فليحسب حساب جاره. إذا وقبلنا جاره إذا وقبلنا يعني أي واحد من الجيران خطف من الزمن السابق أيضا. لما تمدح الزمن السابق معناته ملائكة كلهم كانوا فيهم كذا وكذا. فيقول الجار الفقير حال جاره يقول له ما شاء الله عليكم طابخين طبخة غالية الظاهر البارحة. قال ايش دراك؟ قال شميتها. قال شميت الريحة؟ قال لا. قال ادفع فلوس. قال انا شميت بس. قال احنا ما نشمم بلاش ادفع فلوس. ما حاول معه يقنعه. قال ابدا ولا بشكي لك عند القاضي. قال اشكي عند القاضي انا ما سويت انا شميت ريحة. قال ابدا ما اعذر. وشكاب عند القاضي فعلا. قال ايش بغى من عنده؟ قال له 5 دوانق ولا ايش قيمة الريحة. قال القاضي هو حقك حقيقة طعامك انت طابخنا وهذا الرجال سلط عليه وشم ريحته. فطلب قال له يا فلان اعطي هذا 5 دوانق قيمة الريحة. قال يا فضيلة القاضي أنا شميت ريحة ما ذقت أقسم لك بالله. قال أبدا ريحة هبت من بيتهم وشميتها. قال كان الأصل أنك تسكر أنفك ما تشم. الآن تو القاضي قال أبدا عليك أنك تدفع قيمة الريحة اللي شم. قال لا كم؟ قال 5 دوانق. صار مسكين حكم القاضي ولا بيسجن. صار وجاب 5 دوانق. والقاضي أمام طاولة قال صاحب الطعام قال كم حلق؟ قال 5 دوانق. قال طيب احسب معي 1 2 3 4 5. خلاص؟ قال خلاص. خذ 5 ورجعها حال صاحبه. قال له كيف؟ قال ما سمعت أنت 5. قال بلى. قال خلاص هذا هو هذه قيمة طعامك هو شم وانت فالجيران لهم حق. هل لي حق على؟ نعم لحق.